رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، مازلنا متواصلين في اخر نص ساعه من الحصه نتاعنا اليوم. اكيد مقابله اتحاد بن قردين البارح والاولمبي البيجي خلفت جلل، حاول اعتداء زوج ملاعبيه من اتحاد بن قردين، اللاعب منذر القاسمي واللاعب محمد بن ترش على لاعب الاولمبي البيجي، وعلى الاقل هذا ما شاهدناه في الصور اللي وقع تمريرها. معنا بالتليفون السيد المنجي الاسود رئيس اتحاد بن قردين اللي كان هبط اليوم بلاغ الاتحاد، اكد في احاله الثنائي على مجلس التاديب قبل حتى اي ديسيزيون تاخذ في ضدهم من قبل مكتب الرابطه او حتى السلطات اللي قاعده لها بالموضوع في الجامعه او الرابطه. معنا بالتليفون كما قلت السيد المنجي الاسود باش نحكيو اكثر على الديسيزيون اللي خذاوها. سيد المنجي اهلا بك. اهلا بك يا شحمدك، عايش مرحبا بك سي المنجي. دونك تفاجئنا الصباح بالبلاغ اللي هبطوه تقريبا قبل ما تاخذ ضد الرابطه او الجامعه اي عقوبات ضد الملاعبيه نتاعكم، هبطوا اليوم بلاغ واكدوا احاله ضد الملاعبيه على مجلس التاديب. هو طبعا اتحاد بن قردين وهادي بن قردين بشكل عام يستنكروا كل اللي صار في المباراه هذه، سواء كان من لاعبي اتحاد نادي بن قردين او لاعبي الاولمبي الباجي، انه الشيء هذا اللي صار معناها ما شرفنيش، ما شرف حتى حد، ما شرفش ايضا كره قدم التونسيه. واحنا مش اول مره في اي كل وين اي لاعب يعمل حركه غير اخلاقيه تترعى في التلفزه ما تراش ياخذ القرار الحكم اذا قرر ما ياخذش. احنا كاتحاد بن قردين صحيح من في اغلب الحالات ما نخرجوش يعني معناها محاضر التاديب، ولكن نحن ديما ناخذ الامر الامر بكل جديه ونعاقب اللاعبين نتاعنا، لانه نرى ديما انه الهدف نتاع الرياضه هو اسمى اسمى يعني من التنافس، هو معناها وسيله وليس غايه في حد ذاتها. بالعكس احنا البارح كنت جاوب احنا اخوان بيجا، هو بالعكس احنا المفروض المقابله هذيك تقربنا احنا واخواننا واحبابنا واصدقائنا في بيجا، لانه ديما التنافس هو غايه، هو وسيله وليس غايه. اهم حاجه هو كل التقارب يصير بين المناهج بينا وبين يعني الاصدقاء في الفرق الاخرى. دونك احنا في المره هذه بطبيعتنا من سنة وحتى اي معناها ما تونوش على معاقبه كل من يخطئ في حق الفريق وفي حق اتحاد بن قردين. يعطيكم الصحه، جايست ما نجمو كان نفهمنوها منكم انتم، ولكن يبدو انه ربطوها بشرط ظهر اللي طلبتوا حتى مشكله من لاعبيتكم تعتذر، حتى من لاعب الاولمبي البيجي اعتبرتوا انه هو اللي تسبب في الاشكال مع المنظر الجاسمي. وما تعرف ولا لا سمع حركه غير رياضيه صدرت من اللاعبين تاعنا، اكيد الحركه غير رياضيه مش تكون مدنيه، ثم قبلها عمليه استفزازيه ثم كذا، ما نحبوش ندخلوا احنا في التفاصيل. في اطار اي تخزون كل ذي حق الحق، احنا دورنا انه نعاقب اللاعبين تاعنا هذا مش شك، ولكن ايضا يلزمنا نقاو زاد اذن صاغيه في الفريق المنافس، ياخذ ايضا هو يعني بزمام المبادره ونصلحوا له الاوضاع باش نحققوا معناها اجواء معناها حميميه، خاصه بعد رجوع الاولمبي البيجي الى مسافه النخبه، يعني اكيد باش تكرر المباريات مع بعضنا، لازمنا معناها نكونوا من الاول، لانك تعرف لازم يكون عندنا مسؤولين عقليين يعني عقلاء، انك تعرف في حركات كيما هكا في مقابلات كيما هكا، اذا ما تكونش عندك مسؤولين عقلاء المشاحنات اللي تصير بين الملاعبين تعدي الى الجماهير، تعدي الى يعني ابناء المدينتين، احنا لازم نكونوا عقلاء، نكونوا من كبار في مخاخنا، لازم المبادره تكون معنا احنا ونلقاو عندهم تجارب، انه تعرف المشاحنه هذه تنجم مع وقت تشوف انت صارت ربما في اوقات معينه معناها حتى ولات جهويات، احنا بالعكس ما نحبوش نوصل الشيء هذا، احنا نحبوا ندويو الجرح. هو مازال اتصلتوا بهيئه الاولمبي البيجي بس ما تكونش عنده تداعيات، يعني تعرف المقابله هذه وانا شدك المقابله اللي بعدها وانت صحيح الى اخره، هي وهذا من بيجا وهذا من بنجازي. سي المنجي كلمته نحبوا نخلقوا جو حميمي فهمني، جو حميمي باش نرجعوا الامور اللي نصابها ونرجع العلاقات ولي علاقات وديه ايجابيه، لما لا بعد فتره نعملوا مقابله وديه في الفتره ان شاء الله هذا اللي نحبوه اكيد. اتصلتوا هذايا هو ينسجم معناه ايجابا على العلاقه بين الزوز فرق وبين سكان المنطقتين الى اخره، وعلى يعود بالنفع لرياضه القدم التونسيه. سي المنجي تسمع فيا يعني نفس ايجابي يخرجها من الوضعيه يعني الموجوده فيها احنا حاليا الان. وقع الاتصال نسقته مع هيئه الاولمبي البيجي وما صار اتصال بيناتكم؟ ان شاء الله يعني في السنة الوقت العديد من الالتقاء في بيجا، ان شاء الله بحول الله عندنا امل وثقتنا يعني كبيره في اخواننا في بيجا، اتصلت رقم البارح باحد الرؤساء السابقين للبيجي، وان شاء الله بحول الله
نكونوا معناها ايجابيين في الموضوع هذا ونرجعوا العلاقات معناها الى احسن مكان ان شاء الله عليه مقبل ان شاء الله. حكيتوا معهم لاعبيه، شنو قال لكم اللاعبيه نتاعكم سي المنشي؟ وهو بدنا ثم صارت يعني بعض الاستفزازات هذا سبني لكذا، لكن احنا ما نحبوش ندخل في الشيء هذايا، احنا يلزمنا نكونوا ايجابيين، هذا غلط وهذا غلط، اذا نصلحوا نبنيوا على المستقبل، هذاك اهم حاجه، ونقربوا الملاعبين بين بعضهم ونقربوا الفرق بين بعضهم باش نكونوا معناها ايجابيين في الموضوع، ونعطيو معناها مثال لفرق اخرى باش تعرف تشوف انت الاجواء يعني الموجوده سياسيا وريا معناها واجتماعيا، ماذا بينا ما نزيدوش عليها معناها رياضيا، ماذا بينا نكونوا احنا على الاقل رياضيين سباقين معناها الى الى معناها خلق جو من الفرحه والبهجه والتوالف بين التوانسه، لان التوانسه حاليا في فتره كيما هذه مستحقين كلهم الى انهم يكونوا جنب بعضهم، يكونوا يد واحده باش نخرجوا من الوضع العام اللي احنا موجودين فيه، نشوف ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي الاجتماعي، دونك ماذا بينا احنا على الاقل رياضيين جات فرصه ربما في حركه رياضيه، لازمنا الحركه الرياضيه نبنيوا عليها ونخلقوا جو ايجابي باش نبنيوا عليه ان شاء الله في المستقبل، لان الهدف ديما نتاعنا هو الهدف الثامن للرياضه والروح الاولمبيه هي تنميه العلاقات بين الشعوب وبين الرياضيين. صحيح. منذ القسمي منذ لحظات تقريبا منذ ساعه تقريبا خلينا نقولوا هبط تدوينه في صفحته على فيسبوك اطلب في اعتذار صحيح لكن عن اعتذاره سي المنجي حتى نهائيا لعب كره القدم. نعرفش بالك بتدوينه ولا يعني مازال ممكن مازال قبل ما نكمل شويه يعني وصلني الخبر نتاع التدوينه مش بقى الواقع الشفاء تري فيسبوكر مي احنا التصون هي رده فعل المحل نتاع اللاعبي، لكن احنا عندنا زاد فيه ثقه ان شاء الله بحول الله باش نحكيو مع اللاعبي الى اخره، دونك ثم برشا حاجات بشويه بشويه ان شاء الله نوصلوا انه نصلحوا معناها العمليه ان شاء الله اللي صارت ان شاء الله. باهي في سياق اخر سي المنجي، اللاعب جيل بهيه فما ظهر لي مشاكل شويه بخصوص مشاكل ماليه معاكم، مازال ما فضتش لحد الان، وين وصلت الموضوع نتاع مستحقات الماليه؟ ما فضت نهائيا وما تم حتى اي اشكال، وكان تحب غدوه ممكن تدعوه وتشوفوا معاه معناها ما تم حتى اي اشكال. خذا فلوسه معناها سي ولا تفهمته بشيخه؟ لان هو تامين الامور كلها عن طريق الممثل القانوني الاتحاد الرياضي بن قردان في تونس السيد محمد بثياف، دونك عنده هو كل شيء، كل شيء تم معناها على يعني يا اما تم وهو قادم معناها كل شيء ان شاء الله من هنا اليوم ياخذ معناها يتفض نهائيا صار خلاف بسيط ووقع تجاوز نتاعه والامور معناها 5-5. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك سي المنجي، نعاود نحييكم من جديد على البلاغة اللي هبطوه اليوم وإحالتكم الثنائي منظر القاسمي وكذلك محمد بن ترش على مجلس التأديب، خذيتوا ديسيزيون قبل ما تاخذوا حتى الهياكل المعنية. فاصل ثم بعد شوية باش يكون معنا زميل لو مراسلنا في قفصة حافظ طرابلسي نحكيو معاه على انتقال قيس اليعقوبي من الكلوب من المتلاوي للكلوب والكلام اللي قاعد يتقال حول هروبه من المتلاوي من أجل الالتحاق بالكلوب. فاصل ثم